صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 54 لسنة 2020 بنقل تبعية إدارة الحرف اليدوية من هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى هيئة البحرين للثقافة والأثار. جاء فيه المادة الأولى تنقل إدارة الحرف اليدوية من هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى هيئة البحرين للثقافة والأثار، وتتبع هذه الإدارة مدير عام الثقافة والفنون.